بعدين بقى ايه ما دي تمنى مقطوع صار له شهرين ما الحاجة. لما قام هذا الكيان الصهيوني على أرض الشعب ماذا لم تحتج إسرائيل على صفقات هذه الأسلحة الجديدة الجديدة لأجل هذا كيف يمكن أن يكون وأريد أيضا أن نصف مساء الخير من حلب موجز لأهم نشاطات مبادرون يلي صارت خلال 50 يوم فترة انقطاع النت صار نشاط تشبيكي بين واحدة من مجموعات قضاء كرة الأطفال SOS عملوا فيه دعم نفسي للأطفال مجموعة شغف أوباما شبكوا مع بعض واختبروا أداة الحوار بلوبة كافية طرحوا مجموعة من الأسئلة تناقشوا فيها وكمان مجموعة روح انطلقت مبادرة أفكارز هي فرصة لكل شخص يقدم فكرته خلال 10 دقايق بالطريقة اللي بيختارها أول نشاط كانت عروضة منوعة وصار على مسرح الفرنسيسكان النشاط الثاني كانت عروضة خاصة بالتراث وصارت في ديار الأخوة المغربية طبعاً وبشكل دوري كل أسبوع عم تصير اجتماعات قدر معتادة أما عن أخبار الورشات فصار في ورشة قيادة مجتمعية مع مديرية الثقافة عم يتم التحضير لورشة مواطنة فاعلة ودورة حياة المشروع مثل ما شفتوا معنا نشاطات حلب مستمرة حلب رح تبقى أونلاين